يا اهلا بيكم مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. ساعات قليله جدا بتفصلنا عن لقاء الاشقاء اللي هيجمع ما بين الاهلي والعين في كاس الانتر كونتيننتال او كاس القارات للانديه الابطال. زعيم اسيا العين الاماراتي في ضيافه ملك القاره الافريقيه النادي الاهلي غدا في تمام الثامنه مساء على استاد القاهره الدولي. لقاء هيكون بكل التأكيد على زعامة القارتين، وكمان الفائز يعني في إمكانه أن هو يكمل في مشواره نحو العالمية في هذه البطولة المهمة جدا المستحدثة بالشكل الجديد على أمل الوصول للقاء النهائي وملاقات الملكي ريال مدريد طبعا بما يضم من كل النجوم امبابي فينيسيوس وغيرهم من اللعيبة العظماء. دائما وأبدا كرة القدم ما تم منتشي بالسوبر المحلي بعد طبعا هزيمة في السوبر الافريقي امام الغريم التقليدي نادي الزمالك في حالة معنوية مرتفعة جدا. يمكن الاداء في لقاء السوبر المحلي بالتحديد الشوط الاول كان مميز جدا، انخفض الاداء بعض الشيء خلال الشوط الثاني والشوطين الاضافيين، لكن على مارسيل كولر ان يسعى جاهدا أن يجعل أداء لاعبي النادي الأهلي ثابتا طوال ال 90 دقيقة، وخاصة أن الخصم طبعا العين الإماراتي واحد من الأندية المهمة جدا في القارة الآسيوية. يمكن أيضا العين ليس في أفضل حالاته، مديره الفني هيرنان كريسبو طبعا نجم الأرجنتين ونادي بارما الإيطالي سابقا المدير الفني الحالي وضعه على المحك في آخر 5 لقاءات مكسب وحيد، وضعه حتى في دوري أبطال آسيا ليس الأفضل على الإطلاق، لكن تبقى المواجهة خارج التوقعات تماما ومواجهة في غاية القوة أيا كانت حالة طبعا العين أو الأهلي في الوقت الحالي. لكن نظرا حتى لأهمية الحدث فأعتقد ده هينعكس على اللقاء، نتمنى في النهاية طبعا اللقاء بيجمع ما بين الأشقاء في مصر والإمارات. وخليني أحيي الشركة المتحدة للرياضة على شراء حقوق لقاء بالأهمية دي، لقاء مهم جدا وإن شاء الله تكون خطوة من خطوات قادمة يعني في سبيل شراء بقى كل حقوق لقاءات منتخباتنا وأنديتنا المحلية. هنتكلم بقى عن هذه المواجهة بشكل عام مع ضيفي العزيز الناقد الرياضي الأستاذ محسن لملوم. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا أستاذ، نور الدنيا. بنور حضرتك، سعيد جدا بوجودك معايا. وقول لي رؤيتك للمواجهه دي بشكل عام ايه، بطوله في شكل جديد. دائما وابدا مواجهتنا مع الاشقاء الاماراتيين مليها طعم ومذاق مختلف. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، بكونها طبعا بطوله مستحدثه النادي الاهلي بيسعى دائما اي بطوله النادي الاهلي بيدخلها حتى لو وديه بيسعى للفوز بيها. البطوله جايه في ظروف تعتبر شويه استثنائيه بالنادي، النادي الاهلي كان مرشح للفوز بالسوبر الافريقي على حساب الزمالك، خسر حتى انكرم بضربات ترجيح، لكن خسر كان لا يستحق الفوز بكل امانه، كان الزمالك هو اللي يستحق وفاز بما يستحق. كذلك في بطوله السوبر المصري القدر منح النادي الاهلي ان هو يعني الانتقام الكروي زي ما بنقول بنفس الطريقه بنفس الاسلوب بضربات الترجيح وقدر يفوز بالبطوله دي. المواجهه بشكل عام سبحان الله ظروف الفريقين تقريبا متشابهه بنسبه ممكن تتخطى 90% كمان في كل حاجه. يعني النادي الاهلي اذا كان دخل مرحله الشك في الفتره الاخيره عقب خساره السوبر الافريقي ويمكن داوتها او يعني وقفت المشاكل شويه الفوز بالسوبر المصري، لكن على الجانب الاخر نفس الاسلوب. يعني حتى لما هنشوف في الدوري الاماراتي العين في المركز السادس بعد 5 ماتشات كسب ماتشين وتعادل ماتشين وخسر مباراه، مستواه مش قد كده. في الدوري ابطال اسيا بطوله لا طبعا نظام غير دوري ابطال افريقيا، بتتلعب من مجموعتين، مجموعه الغرب ومجموعه الشرق، كل مجموعه فيها 12 فريق، هو حتى زي اللحظه لعب 3 مباريات، خسر تعادل على ارضه في الامارات امام السد القطري 1-1، خسر خارج ارضه امام الغرافه القطري 4-2، وبعدين خسر في المباراه الاهم والمباراه القويه اللي كانت قدام الهلال السعودي 5-4. يمكن بس جيم كان حلو جدا. يمكن انا بصراحه بتحضرني في المواجهه دي مقوله قالها السير اليكس فيرجسون اللي هو طبعا عراب اليونايتد، لما قال جمله حلوه جدا، قال لك الهجوم يجعلك تفوز بالمباريات، اما الدفاع يجعلك تفوز بالبطولات. هي دي المشكله بتاعت الاهلي والعين.
ولكن الاهلي وضعه دفاعيا افضل بعض الشيء تمام من العين يعني. تمام تمام يعني ايه، خلينا اقول لحضرتك بس ايه، طبعا الاهلي يعني ماسك نفسه دفاعيا. طبعا هو الاهلي هجومه قوي ودفاعه مش نفس درجه الهجوم. نفس الكلام في العين، بس الفجوه كبيره قوي، هجومه قوي جدا ودفاعه بصراحه سيء جدا. يعني لما تشوف مثلا من حسن حظ الاهلي انه شاف مباراه الهلال والعين، شوف الهلال العين سجل 4 اهداف لكن استقبل 5 اهداف، يعني ما فيش بعد كده انت رايح تسجل وانت يعني هجومك شغال ودفاعك مش موجود خالص. هي دي النقطه اللي يمكن من حسن حظ الاهلي ان المباراه دي اتلعبت، لان ايه بعدها كان لعب مع دبل حصن في يوم الخميس اللي فات بالمناسبه، يوم الجمعه الجمعه اللي فات، وتعادل 1-1. دي مباراه لا يمكن ابدا 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 القياس عليها، واتمنى ما يكونش حتى كولر شافها، لانها كلها كانت من مجموعه الاحتياطي. حتى يمكن كان لابا كوجو تقريبا هو اللي هو اللي كان احد الاساسيين، هو اللي لعب المباراه دي وسجل هدف التعادل في الدقيقه 92. يعني يعني وضعهم سيء جدا بالظبط. كذلك برضو في المقابل العين من حسن حظه انه شاف الاهلي قدام الزمالك وليس قدام سيراميكا. سيراميكا هو يمكن عمل زي ما عمل كريسبو في الماتش ده بالحسن، اللي هو اريح اللعيبه وكاد طبعا يدفع الثمن، لكن ربنا سترها معاه وقدر يتخطى بهدفيه طبعا او مهاره خاصه لطاهر محمد طاهر في مباراه الاهلي والزمالك. دي كانت فرصه برضو لهيرنان كريسبو يقدر يدرس المنافس جيدا. الاهلي مطلوب منه ايه في المباراه دي؟ مطلوب منه انه قبل ما يسجل لازم يحصن دفاعاته، لان انت عندك انت بتلعب مجموعه بصراحه مميزه جدا، منهم طبعا اللاعب الابرز والابرع سفيان الرحيمي الاعلى يمكن في المنطقه العربيه قيمه تسويقيه في الدوريات العربيه او في منطقه الشرق الاوسط، اللي هو سفيان الرحيمي يمكن 8 مليون يورو، يعني الفرق كبير جدا، يعني هو تقريبا قد 3 مرات قيمه تسويقيه. سفيان كان يستحق ان يتواجد في قائمه الافضل داخل القاره ولا لا؟ طبعا طبعا طبعا، دي مش عايزه كلام بكل امانه، يعني سفيان الرحيمي مع صلاح بكل التاكيد يعني. لا ما هو صلاح اصل الكاف ليه حاجات كده غريبه، يعني دي موضوع شرح. ايه اللي في دماغ الناس في الكاف مش عارف، ما هو ما حدش عارف والله، يعني حتى مش منطقي تماما يعني. يعني الجواز مع يعني تحس ان ما فيهاش انصاف، ما تفهمش هو في ايه، يعني ما تعرفش بشكل عام، يعني الترشيحات كلها غريبه شويه، يعني تحس ان هم بيملوا حاجات عشان يسددوا، يعني ايه يعني يملى فراغات وفي نفس الوقت بيغيب حاجات كتيره، فما تعرفش الكاف بيبقى ليه امور غريبه كده. يعني نتمنى ان شاء الله ان يعني نتجاوز الامور دي في الفتره الجايه، لكن بوضع الفرقتين في الوقت الحالي مين بتشوف ان حالته الفنيه افضل، واقف على رجله بشكل اكثر ثباتا؟ يعني شوف النادي الاهلي يتميز بمستين في المباراه دي وفيها نقطتين مش في صالحه برضه، يعني رقم واحد الخبرات الكبيره جدا للنادي الاهلي في اي بطولات بيقودها، حتى لو بيلعب ريال مدريد ما عندوش اي مشاكل خالص، بيعرف حتى لو بيخسر مثلا قدام الريال قدام البايرن، لكن في النهايه بيقدم مباريات رائعه جدا وبيعرف يتعامل. النقطه الاهم العنصر الجمهوري، العنصر الجمهور والارض، العنصرين دول تحديدا سبورت النادي الاهلي اكيد انت بتلعب على ارضك، لكن هي في حد ذاتها ضدك برضو، ان انت العين جاي لك بصراحه ما عندوش اي ضغوط، كل الضغوط على النادي الاهلي. انت الفرق اول الاهلي دايما الضغوطات عليه بالظبط، ده قدر البطل يعني. لما تشوف مثلا العين واخد 2 دوري ابطال اسيا، النادي الاهلي واخد 26 بطوله قاريه، الثاني في العالم بعد ريال مدريد، فعلمين الضغوط على الضغوط بطبيعه الحال الطبيعي العين يعني بالظبط، الضغوط على الاهلي. لا انا بكلمك في الطبيعي ان عدد بطولات نادي اقل، لكن الاهلي عشان الجمهور بيطالب دايما بالمزيد فعليك الضغوطات بالظبط، يعني كونك نادي ناجح يعني بالظبط. يعني عايز اقول لك مثلا ايه، مثلا لا قدر الله هزيمه الاهلي تبقى كارثه، لكن هزيمه العين ليست كارثه، ان حدثت ليست كارثه. المباريات كتيره جدا، انت بتقابل الاهلي على ارضه وسط جمهوره، منتشب فوزه بالسوبر المصري، طبيعي جدا انك تخسر من الاهلي، عشان كده الضغوط على الاهلي اكتر. لكن طبعا انا شايف ان هو كولر عليه بصراحه انه ينهي المباراه دي مبكرا، لان اي وقت يعني اي دقيقه بتعدي عليك هي ضدك وليست معك، يعني اي دقيقه بتعدي والنتيجه 0-0، يعني النتيجه المباراه بدات وهي في صالح الاهلي. حلو قوي. طيب خلونا نطلع فاصل وبعده نكمل كلامنا في اطار تغطيتنا للموقعه الهامه الاهلي والعين الاماراتي في بطوله الانتر كونتيننتال، خليكم معانا. الـ2024 حماس، ترقب. استاد القاهرة الدولي يستضيف الحدث العالمي الكبير. الأهلي بطل إفريقيا يرفع شعار لا بديل عن الفوز في افتتاح مشواره نحو البحث عن إنجاز عالمي جديد، عندما يواجه العين الإماراتي بطل آسيا المنتشي بفوزه الكبير على أوكلاند سيتي النيوزيلندي. الأهلي العين الإماراتي غدا 8 مساء
على On Time Sports. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية. دقائق قليله وينطلق المؤتمر الصحفي الخاص بمباراه الاهلي والعين، المؤتمر الصحفي لمارسيل كولر، وهيكون بصحبته كابتن النادي الاهلي محمد الشناوي. لكن قبل ما نتكلم عن المؤتمر الصحفي وايه اللي ممكن يحصل فيه وايه اللي ممكن يكون موجود في دماغ ومخيله مارسيل كولر، خليني اسال حضرتك، الى اي مدى تؤثر موقعة السوبر بنتيجتها بالإجهاد البدني والضغط العصبي اللي حصل فيها وضيق الوقت ما بين السوبر المحلي ولقاء العين على هذه الموقعة؟ يعني مبدئيا طبعا اكيد الفوز رفع معنويات لعيبه النادي الاهلي وهدى الدنيا شويه، ما خلاش في مشاكل، دي نقطه مهمه جدا. لكن طبعا يعيب او الخطوره بتاعتها او عيبها الاجهاد مش بس اللي هو 120 دقيقه أي. لا كمان الضغط العصبي، لان انت مثلا لو افترضنا الماتش ان مثلا الاهلي كان بيلعب بيراميدز او سيراميكا، عمرها ما تكون بالضغط العصبي والنفسي على اللعيبه زي ما بتكون بتواجه الزمالك طبعا. دي مش عايزه كلام يعني، دي بتاخد يعني بتبقى التوتر اللي عندك او العمل النفسي بتاخد منك ضعف بالظبط اضعاف أيوة. عشان كده النادي الاهلي بصراحه مش محظوظ في الحته دي، ان هو دخل في مرحله القوه، السوبر الافريقي قدام الزمالك، السوبر المحلي قدام الزمالك برضو، ثم مباراه العين بعد كده، يعني ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يوفق ويفوز في مباراه العين، هيخش مرحله الهدوء بقى اللي هو ايه واحده واحده او تاتا تاتا بيقولوا في الدوري معديه الدوري يعني. لكن المباراه دي اكيد من اكتر الحاجات اللي خاف فيها على النادي الاهلي هو موضوع الاجهاد. حد يقول لي ما هو العين برضو جاي وسفر وكده ولعب بعديك ماتش، انت لعبت هو لعب الجمعه، لا خالص لا يمكن نعمل اي ضغوطات مختلفه هنا خالص انت لعب دبل حصن، الراجل رايح تقريبا الفرقه كلها ما لعبش ولا لا بكوجه من التشكيل الاساسي، لان هو كان خلاص عينه بقى على ماتش الاهلي وعايز يريح كل اللعيبه، ده حتى حارس المرمى كمان ريحه ورايح الكل، فالضغوطات دي مش موجوده خالص. تقدر تقول ان فريق العين لعب مباراه وديه يوم الجمعه بكل امانه في شكل ماتش. طيب استأذنك خلونا نروح نشوف مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي ماذا سيقول عن جاهزية لاعبي النادي الأهلي والحالة الفنية للتيم بشكل عام، وهيكون كمان بصحبته محمد الشناوي، نسمع هيقولوا إيه وبعدها نكمل كلام. بعد إذن الناس، كل الناس تفضل تقعد مكانها بعد إذنكم عشان نبدأ فعاليات المؤتمر. بعد إذن الناس. Yes, good afternoon everyone and welcome to today's press conference ahead of the I believe we can start. Good afternoon, everyone. Okay. Yes, good afternoon, everyone, and welcome to today's press conference ahead of the upcoming FIFA Intercontinental Cup match between Al Ahly and Al Ain FC. We are pleased to have head coach Marcel Kohler and captain Mohamed Al Shanali with us today. The press conference will be moderated by team media officer Ashraf, and for convenience of all attendees, we will be providing Arabic-English interpretation during the press conference. Please allow time for the translation to take place after each response. To ask a question, please raise your hand, introduce yourself and the organization you represent, and specify to whom your question is addressed. Ashraf, if I can pass the floor to you, we could start the question and answer session. If that's. طيب اللي عنده سؤال كده بعد اذنكم. تفضل.
بعد اذن حضرتك بس تنبيه على كل الزملاء، الاسئله بس تكون خاصه بالماتش بتاع بكره، مفيش اي اسئله خارجه، مفيش اي حاجه عن اي حاجه خارج الماتش بتاع بكره. كوتش احمد علي رئيس القسم الرياضي بموقع الميدان، سؤالي في حاله من القلق لدى جماهير النادي الاهلي بخصوص مستوى النادي الاهلي خلال المباراه الثلاث اللي خاضها الفريق قدام الزمالك وفي بطوله السوبر، ففي حاله من القلق ان يبقى ماتش غدا هيبقى صعب، ممكن تطمن الجماهير بايه عن ماتش الغد قدام النادي العين؟ يعني هو بيسال ايه السؤال محددا، ايه السؤال؟ يعني انت بتقول ان في Ich werde sicher keine Zusicherung geben. Also es ist natürlich so, wenn wir ein bisschen weiter zurückschauen. Wir haben sehr lange gespielt in der Meisterschaft noch, die wir haben dann in der Meisterschaft unseren Pokal nicht gespielt, weil in der Meisterschaft hätten wir noch einen Monat weiter spielen müssen. Dann waren die Spieler und speziell natürlich auch die Nationalspieler, die um die 70 Spiele gespielt haben, waren natürlich auch müde und die brauchten dringend Erholung. Und dann haben wir wieder angefangen und dann haben wir nicht so viel Zeit gehabt, weil natürlich schon wieder Champions League Qualifikation anstand. Ja, und wir konnten nicht irgendwie ein Trainingslager machen oder wir hatten nicht 4-6 Wochen, was eigentlich normal wäre für einen Aufbau. Das hatten wir nicht zur Verfügung. Und dann ist es normal, wenn man dann beginnt und natürlich noch nicht so im Rhythmus ist oder nicht jetzt Spiele hat, vielleicht im Pokal oder in der Meisterschaft, wo man vielleicht nicht diesen ganz hohen Rhythmus hat, wie wenn man international oder um Titel spielt, was wir jetzt in der letzten Zeit hatten oder die Spiele, die wir gespielt haben, das waren nur, es ging um die Qualifikation für die Champions League, es ging Supercup gegen Zamalek auch um einen Pokal, jetzt ging es um den ägyptischen Supercup, also da war nicht viel Zeit, um eben das aufzubauen und dann ist es normal. Und das habe ich in den letzten zwei Jahren, haben wir das auch schon erlebt. Und das braucht halt ein bisschen Geduld. Und ich weiß, dass die Ägypter nicht so geduldig sind. Aber ich muss es nochmals sagen, wir können auch nicht zaubern. Ja? Und die Spieler brauchen halt eine gewisse Zeit. Gerade auch die Nationalspieler, die weg waren. Ich war selber Nationaltrainer und dementsprechend weiß ich, dass man da im physischen Bereich nicht viel macht oder nicht viel machen kann, weil man nur 10 Tage zusammen ist, meistens 2 Spiele hat und dementsprechend ist wichtig, dass man in der Taktik arbeitet, dass man natürlich dann auch wieder Erholung gibt. Also die physische Vorbereitung liegt beim Club und dementsprechend hatten wir diese Zeit bis jetzt nicht. Und ja, ich glaube, wir haben das jetzt auch in den letzten 2 Jahren gezeigt, dass wir das hingekriegt haben. Und wir haben jetzt das letzte Spiel, haben wir ein gutes Spiel gemacht gegen Zamalek und haben dann im Elfmeterschießen gewonnen. Und klar, wir wollen morgen schauen, dass wir da natürlich dieses Spiel auch für uns entscheiden können, speziell wenn wir zu Hause spielen und unsere Fans uns fantastisch unterstützen werden. احنا بن بسم الله الرحمن الرحيم بنقول ان احنا انا ما بوعدش اي حاجه، ولكن انتوا لو بصيتوا للفتره اللي انا كنت فيها خاصة بداية الموسم، الماتشات اللي احنا لعبناها كانت كلها ماتشات كؤوس لغاية دلوقتي. الدوري السنة اللي فاتت كان طويل جدا،
اللعيبة الدولية لعبت تقريبا 70 مباراة وكانوا محتاجين لراحة بدنية. بدأنا بدوري الأبطال ضد جورماهيا رايح جاي. معسكر الإعداد عادة اللي أنا محتاجه بيستغرق من 4 لـ6 أسابيع وده ما كانش متاح. طبيعي ده أمر طبيعي جدا إن في بداية الموسم يكون المستوى البدني والذهني للعيبة مش على أعلى مستوى، لازم الناس تقدر الكلام ده. زي ما هو بيكرر إن إحنا لعبنا 6 ماتشات كان لازم كل ماتش نفوز فيها، كانت على الألقاب. ضد جورماهيا لعبنا في للتأهل لدور المجموعات في بطولة أفريقيا، لعبنا سوبر الأفريقي ضد الزمالك، لعبنا بعد كده ضد سيراميكا علشان نوصل للنهائي في السوبر المصري، وقابلنا الزمالك تاني في نهائي السوبر المصري. كان الوضع بالنسبة لنا أنا متعود عليه السنتين اللي فاتوا إن إحنا نشتغل تحت ضغط. إحنا محتاجين شوية إن الناس تصبر علينا. من خلال خبرتي في السنتين دول إن المصريين ما بيعرفوش يصبروا، الناس لازم تتعلم الصبر. إحنا مش معانا عصاية سحرية هنقول كن فيكون. أنا كنت مدرب دولي للنمسا وعارف كويس إن كمدرب للمنتخب إن الشغل البدني كله ما بيكونش معايا. اللعيبة بتجيلي لمدة 10 أيام بمسؤول إن أنا ألعب بهم ماتشين، فما بقدرش أشتغل معهم بدني. أنا بشتغل معهم على التكتيك وبشتغل معهم على الجانب الذهني والفني. الشغل البدني كله موجود في النادي والنادي هو المسؤول عنه، لازم الناس تاخد بالها من الكلام ده. أكدنا وبنأكد إن إحنا لعبنا ضد الزمالك الماتش ده كويس، ده بدينا ثقة كبيرة وإن إحنا هنلعب بكرة وعندنا إمكانيات كبيرة وفرص كبيرة إن إحنا نفوز، خاصة قدام جماهيرنا العظيمة اللي بتسندنا دايما، وأنا عندي إحساس كويس إن إحنا هنفوز بكرة إن شاء الله. طيب اتفضل سؤال تاني. اتفضل. محمد يسري من وكالة رويترز. الاهلي لعب ماتشين، اخر ماتشين مسجلش من لعبه مفتوح في نهائي السوبر الافريقي ونهائي السوبر المصري. هذا الاحصائيه دي لا تقلق مارسيل كولر قبل مواجهه العين ان هو ما دعمش خط هجومه بشكل كافي في مباراه الانتركونتيننتال، وما تقييمه لسوء الانتقالات بتاع الاهلي في الصيف الحالي؟ شكرا. يا also wir haben 2 Tore erzielt gegen Ceramica und wir haben 0-0 gespielt gegen Zamalek. Also haben wir Tore geschossen. هو بيقول ان احنا ده كلام، احنا سجلنا هدفين ضد الزمالك ولعبنا 0-0 الماتش الاخير ضد الزمالك، ضد سيراميكا 2 حطينا جونين 2-1 وضد الزمالك 0-0. فالهجوم بتاعنا موجود يعني. ما هو بنكرر ضد سيراميكا جبنا جونين، ازاي بقى مش فاهم السؤال بتاع حضرتك. كان لعب كان جونين كان فيهم جون من كورنر. انا بتكلم ان الاهلي لا يسجل من لعب مفتوح في اخر المباريات. يعني الماتش اللي الجون اللي جه من الضربه الركنيه ده ما يتحسبش يعني، ولا هو اللي بيزعل؟ طيب خلاص اتفضل. طبعا برحب بمستر كوره كابتن محمد الشناوي. سؤالي لكابتن محمد الشناوي، لازم اقول لك مبروك، قائد كبير للنادي الاهلي ودايما في المواعيد الكبيره بتكون حاضر. بهنيك شخصيا على ادائك في المباراه الاخيره. دوركم كلاعيبه كبيره، يمكن اداركم ان انتوا الفريق الوحيد اللي في العالم تقريبا اللي لعب على 3 بطولات في خلال شهر، منافسات قويه وفي 3 دول مختلفه. دايما مواجهات الاهلي مع الفرق العربيه وفرق الخليج دايما بيبقى في يعني زي ما نقول مباريات دربيات. انتوا كلاعيبه كبيره هتتعاملوا ازاي في المباراه الكبيره دي قدام نادي العين، وخاصه يمكن بدنيا وفنيا زي ما مستر كولر قال مفيش وقت اساسا، انتوا بتتمرنوا يومين قبل كل مباراه. انتوا كلاعيبه كبيره دوركم ايه في مباراه مهمه مع نادي العين ان شاء الله غدا باذن الله؟ السلام عليكم. الاول طبعا احنا اول مره نحط في الموقف ده اللي احنا في شهر بنلعب 3 بطولات. زي ما الراجل قال، احنا الفتره اللي فاتت في ناس بتروح منتخب وفي ناس لعيبه دوليه بتروح المنتخب، والفتره اللي فاتت دي لعبنا ماتشات كتير.
بس اللعيبه اللي موجوده وكبيره بنقعد مع بعض بنتكلم. احنا على طول محطوطين في النادي الاهلي على طول دايما بنتحط في بنعرف نلعب تحت ضغوط كويس جدا, وعلى طول بنتحط اللي بيجي النادي الاهلي عارف ان النادي الاهلي على طول بيتحط في بطولات كتير, واحنا بنقعد مع اللعيبه بنتكلم معاهم في النقطه دي كويس. وخلاص زي ما احنا اي فرقه بنيجي نلعبها بنحترمها بشكل كويس جدا. اي فرقه طبعا العين فرقه كبيره جدا, بطل اسيا اكيد احنا عارفين الكلام ده, وبنحترم كل الفرق كبيره وصغيره. عشان كده احنا بنفكر خلاص في الماتش بتاع بكره بس, اللي فات خلاص نسيناه ونفكر في بكره وبطوله جديده واللعيبه عارفه الكلام ده, مركزين ان شاء الله بكره ومحضرين بشكل كويس. تفضل. سؤالي للكابتن مارسيل كولر وكابتن محمد الشناوي. دلوقتي كان في نغمه بتتردد الفتره اللي فاتت دي في الاعلام وما بين اللعيبه وبعضها ان الماتش ممكن يكون سهل عليهم حتى في وجود يعني عدد كبير من الجماهير. عايز اعرف رد مستر مارسيل كولر وكابتن محمد الشناوي. هو بيسألك يعني ايه السبب ان التوجه في الاعلام الاماراتي ان هم الماتش سهل عليهم بالرغم ان هم هيلعبوا في استاد القاهرة ضد الاهلي. هم شايفين ان هم عندهم لعيبة كويسة ولعيبة تقدر تكسب قدام الاهلي قدام عدد كبير من الجماهير. Wir haben auch gute Spieler und wir spielen zu Hause und dementsprechend das Stadion wird sehr gut besetzt sein und dementsprechend wissen wir, dass unsere Fans uns unterstützen und nach vorne peitschen und dementsprechend sehe ich da nicht irgendwie einen Vorteil für den Gegner. احنا عندنا اللعيبه بتاعتنا كويسه جدا, عندنا جوده في اللعيبه ممتازه جدا, هنلعب على ارضنا, الاستاد هيكون مليان ان شاء الله, الجماهير دي بتدفعنا دايما للامام وبتكون عنصر مؤثر جدا في ان احنا نفوز. انا مش فاهم بالظبط ايه الداعي ان المبرر ان الميديا اللي في الامارات ممكن يكون لها اهداف تانية, ولكن انا شايف ان احنا فرصنا كبيره جدا للفوز بكره. سؤال تاني اتفضل. طيب كابتن شناوي هيرد على السؤال. هو مش هيختلف كتير طبعا عن الراجل قال الكلام, بس في الاول وفي الاخر اي اعلام في بلد يعني بلد الامارات طبعا يعني بيتكلم على فرقته كويس, بيدعمهم بيحفزهم, وده حق مشروع يعني ليهم يعني في الاول وفي الاخر. بس في الاول احنا نفكر في نفسنا وعندنا مباراه كويسه بكره مع فرقه كبيره, اكيد طبعا في وسط جمهورنا اكيد المباراه هتبقى صعبه جدا يعني عليهم. تفضل. Hi, Paul Walker, commentator for host broadcaster on behalf of FIFA. To Marcel, could you give me your assessment of Al Ain and the strengths that you see from their team and your thoughts on Hernan Crespo as a coach as well, please? Thank you. Ich kann jetzt Crespo nicht beurteilen, weil ich ihn zu wenig kenne. Ich habe zwei, drei Spiele geschaut jetzt von allein. Und ja, sie haben natürlich auch eine sehr gute Mannschaft, die hervorragend Fußball spielen kann, die schnell nach vorne spielt, die dann dementsprechend auch versucht, gut zu verteidigen. Und ja, unser Ziel ist natürlich hier zu Hause das Spiel versuchen zu bestimmen und versuchen erfolgreich zu gestalten und dementsprechend ja, kommen zwei starke Mannschaften gegeneinander und schlussendlich die wahrscheinlich konzentrierter ist und bewusster ist, die wird dann das Spiel gewinnen können. احنا انا ما اقدرش اقيم الاداء بتاع هيرناند كريسبو كمدرب لان ما اعرفوش ما شفتش له غير ماتشين ثلاثه, وده مش كافي ان انا اقيمه كمدرب. بالنسبه لفريق العين, هو فريق كبير بيلعب كويس جدا لقدام وعنده كوره هجوميه ممتازه. احنا لازم
ندافع كويس علشان نقدر نعدي الماتش ده. احنا بنقرر ان احنا هنلعب على ارضنا وده دافع كبير جدا. احنا لازم نفرض اسلوب لعبنا بكره وده هدفنا ان احنا نفرض اسلوب لعبنا على فريق العين. الفريقين كبار يعني ممكن نسمي الماتش ده ان فريقين كبار جدا بيلعبوا ضد بعض واللي مركز اكتر واللي عنده اصرار للفوز هو اللي هيفوز بكره. طيب اتفضل. جليدة قلب الحدث. سؤالي المستر مانستر كولر، بالنسبة لسفيان رحيمي واحد من أفضل لاعبي نادي العين ومرشح لأفضل لاعب داخل أفريقيا، هل يظن أنه هو يكون مصدر الخطوة الوحيد لنادي العين في لحظة تألقه وأحلاز هدلك في نادي هلال في آخر ماتش، ولا في مصادر تانية من الخطورة ممكن تكون موجودة؟ Nein, wir haben natürlich gesehen, dass das ein sehr guter Stürmer ist. Und aber ja, er ist nicht alleine. Es sind noch dann 9 andere Feldspieler plus ein Torhüter mit dabei, die auch hervorragend Fußball spielen können. Und wir haben versucht, unsere Spieler, unsere Mannschaft darauf vorzubereiten. Und dementsprechend wird sich das morgen zeigen. Aber wir wissen, dass sie natürlich individuelle Qualität haben und da müssen wir dementsprechend auch vorbereitet sein, wie das zu verteidigen ist. طبعا احنا عارفين ان رحيم مهاجم كبير، ولكن ما ننساش ان هو ما بيلعبش لوحده والكره ما بتوصلوش لوحده، في 9 لعيبه بيلعبوا معاه و9 لعيبه اقوياء. احنا عارفين ان هو الفريق كله فريق قوي. اللعيبه اللي احنا عددنا الفريق على نقاط القوه وتكلمنا معاهم على نقاط القوه اللي فريق العين، نرجو ان هم يطبقوا الكلام اللي احنا اتفقنا عليه بكره وعدد واستعدينا لهم كويس. القوات المهارات الفرديه للاعيبي العين معروفه بالنسبه لنا وده مش شيء جديد، وانا وكررت ومهيئ اللعيبه بتاعتي كويس لقدرات العين الهجوميه. اسال ولا استكمالا بس هو مش معايا ماشي. استكمالا بس للسؤال اللي فات بتاع سفيان رحيمي، هل مستر كولر عنده علم ان سفيان رحيمي كان مرشح من فتره من الفترات الانتقال للاهلي هكمل السؤال واسمعني للاخر بس بقوه الانتقال للاهلي، فهل ده ورفض لاسباب ما مش هندخل فيها، فهل ده ممكن ياثر او يفرق معاه في تحضيره للعب يعني الاستعداد للاعب نفسه؟ سؤالين للشناوي بعد اذنك، ده مش سؤال في الماتش، ما انا بقوله استعداده يعني تحضيره للاعب نفسه للاعب ممكن يبقى متاثر نفسيا بشكل ما، هل ده هيفرق معاه ولا لا؟ هل هيبقى مستعد لحاجه زي كده ولا لا؟ بعد اذنكم هدوء بس بعد اذنكم في الصوت شويه. الصوت السؤال اللي بعده سؤال للشناوي لسه اخر حاجه، هل بتتاثر سواء على المستوى الفني او البدني بالروتيشن اللي بيحصل في مركز حراسه المرمى في النادي الاهلي؟ هو خلص هو قال ما فيش فرق، يعني اذا كان حتى بالرغم من فشل المفاوضات السابقه معاه زي ما انت قلت ده ما بيأثرش حاجه. تمام. السؤال الثاني معلش انا بتأثر يعني انا عامه اتكلمت في الموضوع ده يا ريت ما نتكلمش فيه ثاني، يعني عايزين بس نركز في شغلنا بس يا ريت، واحنا احنا في النادي الاهلي مركزين في شغلنا بس. محمد علام وكاله مصر البلد الاخباريه. اولا بهني مستر كولر على الفوز بالسوبر المصري ونتمنى ان شاء الله التوفيق بكره. انا بسال مستر كولر بالنسبه لموقف المصابين في النادي الاهلي، هل ما زال في اصابات تؤثر على الفريق بكره ولا الحمد لله الدنيا كلها يعني بالنسبه للاعيبه المصابه حضرت التمرين امبارح طبعا وهتحضر التمرين النهارده، فهل في مشاكل بالنسبه للمصابين؟ في مشاكل؟ في مشاكل بالنسبه للتشكيل عشان المصابين؟ Ja,
Also es gibt immer wieder, wenn man natürlich intensive Spiele hat, wenn man wenig Zeit hat dazwischen, um gut oder vielleicht jetzt perfekt zu regenerieren, gibt es immer wieder Verletzungen. Wir haben aber ein großes Kader und es wird, klar, ist immer so, wenn Spieler verletzt sind und man wieder wechseln muss oder man jemand anders oder vielleicht als Trainer auch vielleicht gerne gehabt hätte, dass der Spieler dabei ist. Man muss flexibel sein, man muss das aufnehmen, man kann es nicht beeinflussen und dementsprechend ja, haben wir eben großes Kader. Und dann kommt der Nächste kommt dazu und dann ist auch natürlich auch wieder gefragt, dass dann die Leistung stimmt, dass er die Leistung bringen kann und darum ist dann auch immer mal wieder wichtig, dass man auch etwas rotiert, dass der eine oder andere Spieler dann auch wieder Spielpraxis bekommt. هو ده امر طبيعي جدا خاصه لما انت تلعب ماتشات قويه زي اللي احنا لعبناها في لغايه دلوقتي في الموسم ان الاصابات تكون موجوده وان الاصابات دي محتاجه وده طبيعي امر طبيعي جدا ان الاصابات دي محتاجه وقت للعلاج والتاهيل البدني علشان يدخلوا معانا مره ثانيه اللعيبه المصابه ولكن احنا عندنا سكواد كبير جامد بالنسبه للكيفيه والكميه واحنا طبعا لما لعيب مننا بتصاب بنشوف البديل وبنجهزه بالنسبه لك يا مدرب بيبقى في بعض الاحيان بيبقى ساعات ان انا عاوز اللاعب بمواصفات معينه ما بيكونش متاح ليا فبجهز وبدي كل قوتي ان انا اخلي اجهز الاحتياطي بتاعه بحيث ان هو يوصل لمستوى اللاعب الاساسي بالنسبه للموضوع الاصابات بصفه عامه ده موضوع احنا ما نقدرش نتحكم فيه ولا اي حد يتحكم فيه اللعيب اللي هو بننزله مكان الاحتياطي يعني اللي هو اللعيب الاحتياطي اللي بننزله مكان المصاب بيكون ده الشيء الايجابي في الموضوع ان هو باخد فرصته ان هو يظهر نفسه ويكتسب حساسيه المباريات مره ثانيه موضوع التدوير اللي هو الاجباري اللي هو بيتم من خلال الاصابات بيدينا في جهه يعني في جانب ايجابي لازم الناس تشوفها كمان وانا شايفها ان هو بيدي للعيبه الاحتياطي او اللي ما بيلعبوش بانتظام حساسيه المباراه مره ثانيه اتفضل عادل كريم اي اف بي كابتن محمد الشناوي اولا مبروك على كاس السوبر المباراه بكره مش بس مؤهله للدور قبل النهائي لكاس الانتر كونتيننتال لكن الفيفا اعتبرها بطوله ثانيه بطوله افريقيا واسيا والباسيفيك فباعتبارك كابتن الفريق وقائد لجيل تقريبا حقق كل حاجه في اخر 4 سنين هل ده حافز اضافي وهل بتتكلم مع زمايلك في حاجه زي كده؟ طبعا بشكرك طبعا على البطوله طبعا شكرا اول حاجه طبعا احنا بالنسبه لنا المباراه بكره مباراه وبطوله بس احنا عامه بنفكر في النهائي يعني ان شاء الله يعني ده هدفنا وده اللي احنا بنتكلم فيه من اول ما بدانا مرجعنا على طول من ماتش السوبر المصري احنا بدانا نتكلم في الموضوع ده بس احنا دايما على طول من السنه اللي فاتت بنتكلم ان كل ماتش بماتشه ناخد بكره ماتش بتاع العين ربنا يكرمنا فيه اللي هنكسبه عشان نطلع على الماتش اللي بعديه عشان نوصل النهائي وده هدفنا ان شاء الله اللي هنوصل النهائي وعايزين نعمل تاريخ زي ما انت حضرتك بتقول تاريخ للعيبه دي اللعيبه دي عامله تاريخ كبير جدا عايزين ان شاء الله ربنا يكرمنا ويوفقنا ان احنا ناخد البطوله دي ان شاء الله اخر سؤال بعد اذنكم اتفضل سؤال الكابتن مستر كولر وكابتن شناوي العين على قد ما هو فريق قوي على قد ما هو دفاعه استقبل اكتر من هدف سواء في ماتش الغرافه او في ماتش الهلال في ماتشات تانية برضو في الدوري ممكن يكون كفاز لكن دخلت فيها جوان كتير حضرتك شايف ان نقدر نشتغل على حاجات كتير في تاكتكس ممكن ان شاء الله يبقى الاهلي بكره فايز باذن الله بالماتش ده شكرا Ja, wie gesagt, wir wissen, dass es ein starker Gegner ist. Also, dass sie, klar, natürlich Tore bekommen haben, aber sie haben auch viele Tore geschossen. Und das ist natürlich da so ein bisschen zweischneidig. Also, wir können nicht nur nach vorne rennen, sondern wir müssen natürlich auch verteidigen. Und das ist das ganze Spiel so. Und wenn wir das gut tun, dann haben wir gute Möglichkeiten, morgen als Sieger vom Platz zu gehen.
احنا عارفين فريق العين خصم قوي جدا، وبالفعل هو احنا عارفين وكل الناس عارفة ان شباك الفريق استقبلت اهداف كتير في الماتشات اللي فاتت، بس محدش يقدر يغفل كمان ان هو بالمقارنة احرزوا اهداف كتير جدا. معنى كده ان هم عندهم هجوم قوي جدا مقابل، والكلام ده معناه لينا بكرة ان احنا مش هقدر اخلي ال11 لعيبة اقول لهم اجروا يلا روحوا هات جوان فيهم، الدفاع بتاعهم مش افضل حاجة، ولكن عندهم هجوم قوي جدا لو اديت لهم الفرصة هم هيسجلوا فيك اهداف كتيرة جدا ان انت مش هتقدر تعوضها. عشان كده لازم نلعب باسلوب متوازن ونحاول ان احنا نخلق الفرص اللي احنا نخلقها نستغلها، ولو عملنا كده عندنا فرصة كبيرة جدا ان احنا نفوز بالماتش بكرة. شكرا جزيلا. التمرين بتاع الاهلي مفتوح اول ربع ساعه لكل الاهلي. شكرا. كلام منطقي وكلام عقلاني جدا من مارسيل كولر المدير الفني لنادي الاهلي وقائده محمد الشناوي. يمكن اهم جمله مارسيل كولر قالها خلال المؤتمر الصحفي: المصريين لا يصبروا. احنا دايما عندنا حاله استعجال شديده جدا، بيتكلم عن طبعا ان جمهور الكره المصريه بشكل عام متطلب جدا. اخد تعليق حضرتك على الجمله دي بالتحديد. يعني هو طبعا المصريين لا يصبرون ده صحيح، لكن في الجزئيه ده طبعا يقصد جمهور الاهلي، هو معذور تماما وعنده الحق. أي. ليه؟ لان النادي الاهلي معتاد على البطوله. بنتكلم في كره القدم بالتحديد يعني. طبعا كره القدم مش على المصريين عامه يعني. أي. لكن انت النهارده النادي الاهلي دول 3 بطولات في شهر زي ما في المؤتمر الصحفي قالوا، انت مطالب تفوز بالثلاثه. بالدليل الاهلي مثلا خسر اول بطوله حتى لو بضربات الترجيح الدنيا اتقلبت في النادي الاهلي. هداها شويه الفوز بالبطوله الثانيه للسوبر المصري. عشان كده هو يمكن وحسن انفعل بصراحه انه وضح جزئيه ان النادي الاهلي كان عنده حاله الاجهاد بدءا من اخر مباريات او 6-7 ماتشات في الدوري السنه اللي فاتت، لما كانت كلها بصراحه زي ما هو قال مباريات كؤوس. الان فاز النادي الاهلي رسميا بالكاس، ويمكن عفوا بالدوري، وريح لعيبته في اخر 3-4 ماتشات، وكمان كمل بقرار رائع جدا من مجلس الاداره اللي اعتذر عن كاس مصر لانه لازم يدي لعيبته راحه. لكن رجع من ده على بطوله ماتش جورماهيا وان كانت فيها بعض الاريحيه شويه ان انت ممكن مثلا تتعادل وتكسب، لا النادي الاهلي فاز رايح جاي عشان يحسم اموره. طبعا البطوله الاهم اللي هي دوري ابطال افريقيا، وبعديها على طول ماتشات كلها ماتشات كؤوس وبطولات السوبر ومباراه. باخد تعليقك على بعض الكلام اللي اتقال في المؤتمر وبعض الاسئله اللي بالنسبه لي عليها بعض علامات الاستفهام، لكن خلونا نطلع فاصل وبعده نكمل كلام. يا اهلا بكم مشاهدينا مره تانية. تابعنا منذ قليل وقاع المؤتمر الصحفي الخاص بمارسيل كولر وقائده محمد الشناوي. النغمه والتون والكلام والاسلوب اللي بيتكلم بيه مارسيل كولر، تحس ان هو مضغوط ولا لا؟ هادي وفي بعض الثقه بعض الشيء بعد المكسب في السوبر المحلي. لا هو واضح ان هو جاي وعارف ان يبقى في انتقادات. يعني هي عاده الصحافه دايما بتدور على العناوين، يعني بشكل عام في العالم كله الصحافه تبحث عن العناوين، مش مهم المضمون. أي. اهم حاجه عندها العناوين. عايز تاخد منه عنوان يطلع بيه ان يعني هو مثلا اعتقد كتير هياخد من الزملاء الصحفيين كلمه لا قاعد الاهلي بشيء مثلا، او لا قاعد الاهلي بالفوز، هيهتموا بجمله قالها في وسط الحوار بتاعه او اللقاء يعني حديثه يعني. لكن هو طبعا ما اقدرش انفي ان هو مضغوط. هو مضغوط طبعا لان مش حتى الفوز هو حتى بعد مكسب السوبر المحلي الفوز هو ضغوطات. الفوز عمل ستوب بس للمشاكل مش اكتر. أيوة. لكن لو كان الاهلي مثلا خسر كنت هتلاقي المشاكل طبعا تنفجر. يعني انت خلاص انت النهارده كان دخل البطوله دي خلاص بقى حياه او موت، اللي هي حياتك فعلا على منحك او حياتك في النادي الاهلي. يعني ان انت خسرت خلاص اوت، انت خسرت 3 بطولات في شهر زي ما بيقولوا، ده مش معتاد في النادي الاهلي. يمكن شيء بالشيء يذكر، لو افتكرنا سنه 2018 كان في باتريس كانترون المدير الفني الفرنساوي للنادي الاهلي، كان في اسبوع واحد كان خسر يوم الجمعه دوري ابطال افريقيا قدام الترجي التونسي في تونس، وخسر يوم الاربعاء قدام الوصل الاماراتي في البطوله العربيه لما تعادل 2-2 هناك وخرج من البطوله 1-1 عفوا. أيوة. وخرج من البطوله يمكن، وساعتها اقيل باتريس كارترون. لكن اداله اريحيه نوعا ما الفوز على بالسوبر المصري وتحديدا على الزمالك، ادى اريحيه شويه وده يديله اكتر. الفوز على العين بكره ان شاء الله يخلي الامور ترجع لطبيعتها في النادي الاهلي، لان المباراه دي مش ما فيهاش تخفيضات، ما فيهاش اوكازيون. الاوكازيون موجود في الدوري ان انت ممكن تفقد نقطه، تفقد 3 نقاط مسموح بيه، لكن الماتشات اللي هي نوك
اوت دي خلاص الموضوع منتهي، لابد من فائز. ماتشات النهارده، ماتش بكره دي بالنسبه للنادي الاهلي مش مجرد ان انت تكسب لا او هتفوز بكاس اسيا افريقيا والباسيفيك، لكن انت هتتاهل لنصف النهائي تلعب في الدوحه اللي هي تبقى فرصه عظيمه جدا للنادي الاهلي اللي بيلعب في دول الخليج اكنه في ملعبه وربما اكتر كمان من ملعبه، لان انت هناك بتبقى الجمهور كله بيحضر بشكل كبير جدا، وفي الدوحه كمان النادي الاهلي ليه ذكريات رائعه في ملاعب الدوحه كمان، لو كسب هيكون ما بين بطل امريكا الشماليه او امريكا الجنوب الفاز منهم يعني ان شاء الله، ويلعب بقى في النهائي بعدها باربع ايام يوم 18 ديسمبر مع ريال مدريد اللي هو مباراه الحلم بالنسبه لنا. الحلم اكيد طبعا. هل يلعب مارسيل كولر بنظام مصيدة التسلل يقلد؟ لا 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 الكلاسيكو موضوع تاني. لا ده اللي بقول لك ده سؤال يعني. لا لا في الاحلام باذن الله باذن الله تحصل المواجهه دي. كنا بنشوف منذ قليل يعني صور حيه من تدريبات النادي الاهلي بتواجد مصطفى شوبير، هل تواجد محمد الشناوي في لقاء الزمالك اللقاء النهائي يعني حتميه وان هو هيكون موجود في التشكيل الاساسي ولا مش شرط؟ ده اكيد بنسبه 100% ان هو هو كان اصلا مارسيل الكره كان رايح اللعيبه في ماتش سيراميكا عشان مباراه النهائي ومباراه العين، كان رايح اللعيبه بشكل كبير جدا، ويمكن لعب بقى مصطفى شوبير. طبعا مصطفى شوبير لا غبار عليه، ما حسسناش بغياب محمد الشناوي بالصبر له مستقبل باهر ان شاء الله بس طبعا خبرات محمد الشناوي بتكون اكبر، زائد كمان الدوافع عند اللعيبه نفسها يعني الشناوي مثلا اخفق في او لو موفق مش هقول اخفق في ضربات الترجيح في السوبر الافريقي قدام الزمالك، المره دي كان مركز قوي حتى الكور اللي ما صدهاش كان معاها كان موجود، وشفنا لحظات الندم عنده يعني ايه بيأنب نفسه انه كان ممكن يجيبها. هو فعلا الغالبيه العظمى من تسديدات لعيبه الزمالك وراح عليها بالظبط. يعني بتاعت عبد الله سعيد الاولى راح معاه كونراد مشتاق راح معاه محمد حمدي نفس كتير كتير يعني حتى يعني هي ضربات الحظ الترجيحيه زي ما بيقولوا، لكن برضه فيها شيء من التوفيق ان انت بتجتهد بتروح بتدرس اللاعب اللي قدامك، هلعبها في النص لا ده دايما بيشوط يمين ده بيشوط شمال، ده اجتهاد من اللاعب ان انت بتذاكر الفريق، ده ما حصلش للنادي الاهلي في مباراه السوبر افريقيا لكن حصل في مباراه السوبر مصر، عشان كده التوفيق كان في صالح النادي الاهلي يعني برضه يعني نضيف لذلك مثلا يحيى عطيه الله كان احد اسباب خساره الاهلي للسوبر الافريقي لما هدف الزمالك التعادل على النصر المنسي جاب سببه وتمرير خطا منه اللي كان بالكعب وفي ضربات الترجيح لم يوفق واضع، المره دي في المباراه لعب ماتش رائع جدا وسجل جاب كوره في العارضه كان ممكن تبقى هدف الضربه الحره. وخلي بالك يحيى محطوط في موقف في غايه الصعوبه عشان هو جاي بعد علي معلول طبعا لا ده موضوع تاني. دايما اي نجم لما بيجي او اي لعيب لما بيجي يحل محل لعيب قبليه كان لعيب سوبر ستار ولكنه ايضا نجم الموضوع بيبقى صعب جدا ولكنه ايضا نجم يعني هو بس طبعا يحيى مع الوداد من اللعيبه النجوم في المونديال اللي فات يعني المباراه بالمناسبه بمناسبه يحيى عطيه الله يعني ان لها طعم مغربي كده يعني تحس انها كلها طعم اذا كان في الاهلي مثلا يحيى عطيه الله و سفيان رحيمي لا اللاعب الثاني بتاع الاهلي رضا سليم لو انشارك يعني لكن الجانب الاخر مش بس سفيان رحيمي ده سفيان رحيمي وحتى لابا كوجو يعني اذا كان سفيان رحيمي كان في قادم من الدوري المغربي من الرجاء المغربي فلابا كوجو قادم من نهضه بركان المغربي وكان ساعتها كان واخد كونفدراليه وكان في كلام برضو كان يجي النادي الاهلي وفي الاخر راح الدوري الاماراتي دي يعني تطفو عليها الطعم المغربي او الرائحه المغربيه في كره القدم وطبعا ده شيء جميل جدا لان المغرب في الفتره الاخيره متوهجه طبعا عربيه كلها عربيه كلها طبعا عربيه وافريقيه وكل حاجه لكن عشان كده ارجع بقى لسؤال حضرتك الدوافع عند لعيبه الاهلي كانت في مباراه السوبر الاخيره كانت اعلى من لعيبه الزمالك عشان كده قدروا يكسبوا بالمناسبه هو يمكن في سؤال احد الزملاء ان هو الاهلي ضيع كتير او ما سجلش من لعب مفتوح مظبوط في النقطه دي انا عايز اقول حاجه ان اللعيب يعني المدرب هيعمل ايه اذا كان مثلا في انفرادين تامين لحسين الشحات وسام ابو علي لما ضيعهم او وفق فيهم بس خلي بالك هو السؤال من الزميل الصحفي سؤال مظبوط تمام هو تمام. لو بنتكلم من اللعب المفتوح بعيدا عن الضربات الثابته او ضربات الجزاء الاهلي لم يسجل في لقاء الزمالك صحيح وانا عايز اقول ان النقطه دي على مارسيل كولر ونعمت لان الاهلي يستفيدوا من ماتش الزمالك الاخير ده تحديدا لان انت اول ربع ساعه ثلاث فرص انفرادين وكره مثلا يحيى عطيه الله اللي كانت في العارضه بس ده ما اعتقدش يحصل تاني يعني اعتقد ان ليه حاله وليه وضع انت محطوط في ضغوطات الدنيا لعيبه الاهلي حالتهم برضو بالضغوطات بتاعه السوبر الافريقي فبعتقد الاهلي مطالب دلوقتي في بعض الهدوء كمان الاهلي مطالب في غدم بالتسجيل من انصاف الفرص ما ينفعش ابدا تيجي لك فرصه زي بتاع حسين شحات وتضيعها او سام مسموح ان انت تضيع كوره بس في النهايه تسجل الباقي لكن انت الثلاث فرص اللي جم للنادي الاهلي لم يسجل منهم في حين بعديها اول كوره راح فيها الزمالك سجل اللي هو الهدف اللي تم الغائه طبعا بالتسلل انت هنا مطالب ان انت ما تعملش ده لان النادي الاهلي اذا سجل في بدايه المباراه انا باكد لك هيفوز فوز كبير لان هو خلاص الثاني ما عندوش غير ان هو يهاجم
كده كده يفتح خطوطه شويه. يفتح بالظبط العين هيفتح خطوطه شويه. والنادي الاهلي مع سرعته مع الجمهور مع التوتر الاخر، بس الاهلي بشرط ان هو يسجل مبكرا، لان زي ما قلت لحضرتك قبل الفاصل ان هو اي دقيقه بتعدي على النادي الاهلي في المباراه والنتيجه 0-0 هي في صالح العين. طيب الناحية الشمال للعين هي مكمن الخطورة كلها صحيح. إلى جانب طبعا سفيان رحيمي، تواجد تراوري، تواجد بلاسيس ناحية الشمال. بتشوف الأهلي يقابلها إزاي؟ هل ألعب طاهر محمد طاهر كجناح يمين مهامه الدفاعية أفضل من بيرسي تاو؟ أبدأ بعمر كمال عبد الواحد ولا أكرم توفيق اللي عنده النزعة الدفاعية أفضل بعض الشيء؟ طبعا مع احترامي طبعا لرأي الجهاز الفني أكيد أفضل مني، لكن أنا في وجهة نظري أكرم توفيق طبعا يبدأ في الأول، وممكن طاهر برضو أفضل من بيرسي في الجزئية دي، لأن أنت لازم توقف الجنب ده تماما. يعني إيه؟ في هدف من الاهداف الخمسه اللي سجلهم الهلال، والله في اللاعب بتاع الهلال كان بره، كان في نص ملعبه اصلا، بعدها بتقريبا نص دقيقه كانت الكره في المرمى، اعتقد ده هدف ياسر الدسري لم تكن ذاكره. يعني عايز تقول ايه؟ لا عايز اقول ان هما ده كان ناحيه يعني ناحيه الشمال للهلال اللي هي اليمين للعين، الدنيا ضايعه تماما، بس عشان كده هما ايه كان الكثافه الهلال كان مكثف اكتر من ناحيه ايريك، زي ما حضرتك قلت ان الجنب الشمال طبعا قوي جدا عند هو يحاول يقفل عليهم، يعني قافل الدنيا تمام. فكانت لو في لقطه من اللقطات لما بصوره حتى هتشوفها هتلاقي الجنب الشمال فاضي شمال للهلال اليمين للعين كان فاضي تماما، يعني اللاعب جه من نص ملعبه جري وخدها وراح سجل هدف. حتى لما تشوف طريقه الاهداف كلها الثلاث اهداف الهاتريك اللي جابه ياسر الدوسري بصراحه اجتهادات فرديه، يعني منهم ده بقى النقطه اللي بنعول عليها في النادي الاهلي، يعني جون رقص المرمى وحطها من بعيد، وجون حطها ركنها كده على يمين الحارس، وفي لقطه شاطها يعني بحرفنه زياده عن اللزوم. ده مطلوب من لعيبه الاهلي الحريفه اللي هي زي وسام ابو علي مثلا، زي حسين الشحات، اعتقد دول هيكون لهم نصيب اكبر في التسديد، وحتى طاهر محمد طاهر، لان ما حدش في الملعب مش عايز اقول بقى بيعمل له حساب، لا يعني ما بيدلوش الرقابه اكتر من وسام مثلا والشحات، عشان كده تلاقيه مثلا ظهر بشكل رائع جدا قدام سيراميكا بالهدفين اللي جابهم. قدر يستغل خطا في الهدف الاولاني وراح مسجلها براسه مع انه مش معتاد قوي بالراس، لكن في الجون الثاني لطش على طول في الجون ما حدش شافها اصلا، ولا حد في الملعب ولا الجمهور اللي هو في المرمى. عشان كده الامور دي ممكن تفيد النادي الاهلي اكتر، وانا بقول ان هو على مرسى الكره ولعيبه الاهلي هم يخلصوا المباراه دي بدري في اول ربع ساعه، لازم على الاقل هدف تذبح القطه، بس الموضوع منتهي لان انت كل ما تطول هتتصعب عليك. دايما بسال نفسي السؤال ده، ازاي لاعبي النادي الاهلي بتجدد الحوافز لديهم؟ انا كسبان بطوله سوبر، وكان يعني اللعيبه دايسه بنزين وعندها رغبه واحلام ان انا اكسب الجيم ده، كسبت الجيم ده، طبيعي البني ادم بطبيعته ان هو يريح شويه، ينخ شويه، يحصل له حاله من التشبع. صحيح. ازاي تاني اجدد الدوافع والحوافز؟ اعتقد ان مهمه مارسيل كولر شاقه جدا جدا، يعني صحيح اي حد، يمكن حتى مش مارسيل كولر، موسيماني، بيتس موسيماني لما مشي من النادي الاهلي قال لك انا مش عارف اعيش. أيوة. يعني كل الوقت طب ايه ضغوطات مش عاديه، ضغوطات قبلها كان يتكلم فيها فايلر قبل كده المدير الفني السويسري السابق الاسبق للنادي الاهلي، نفس الكلام، هي نفس القصه. اصل انت هي بتتجدد ازاي؟ ان انت في هنا شقين، رقم واحد ان انت اذا ما لعبتش اللي هتقعد وغيرك هيلعب. الاهلي ما عندوش في الجزئيه دي، رائع جدا جدا انه لا يقدس اللعيبه، دي ميزه في النادي الاهلي. يعني النهارده مثلا صحينا على خبر ان ممكن علي معلول هيكون اخر موسم ليه في النادي الاهلي. أيه. ما عندوش مشاكل خالص، انا يهمني النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي يهمه النادي الاهلي، مش اللاعب مع احترامي طبعا لعلي معلول. بالك اغلب الانديه الكبيره حتى الانديه العالميه، يعني ريال مدريد ما عندوش عزيز، التعامل مثلا مع مشى كريم بنزيما وهو حصل على الكره الذهبيه، العديد من اللعيبه النجوم ما كانش عنده عزيز تماما، يعني صحيح مشى رونالدو، برشلونه مشى ميسي، والنهارده شوف فين فارق بست نقاط عن الوصيف اللي هو ريال مدريد. ليه؟ لان دي طبيعه الفرقه الكبيره دي، يمكن بصراحه، بس ده كلام يعني لكل حادث حديث، يعني دي نقطه اللي بتعيب على نادي الزمالك، ان هو بيقدس اللعيب اهم عنده من الفريق، بيقدسه بشكل كبير بتكون النتيجه عكسيه، انت مش جاي تشجع لاعب، انت جاي تشجع فريق. عشان كده النادي الاهلي بيجدد الدوافع بالجزئيه دي، اذا لم اجتهد خلاص انا هقعد وغير هيخش وهيكمل، لو كمل خلاص كمل، الموضوع منتهي. أي. لان النادي الاهلي بيهمه المجموعه. الدافع الاكبر هنا كمان النادي الاهلي ان دي بطوله ما خدتهاش قبل كده، يعني مثلا ممكن ده يحصل في الدوري، في افريقيا، في السوبر، انت واخد منه كتير مش عارف، لكن بطوله جديده وهتوديك ليفل تاني، انت مش بس بكره هتاخد كاس، سيبك من الكاس والبطوله اللي انت هتضمها لدولابك الكبير جدا او المتخم بالبطولات، لكن انت هتلعب نصف نهائي، مباراه هتبقى العين العالم كله عليها، ومباراه بقى العالم، يعني العالم والمجره كلها او الكواكب كلها، ماتش ريال مدريد فيما ان شاء الله الاهلي يوفق ولعب النهائي، ده هيبقى ماتش رائع طبعا، حاجه محترمه جدا. النادي الاهلي بيجدد دوافعه بنفسه، لان لو ما عملش كده والله يعني التاريخ بيروح منك يعني.
خلال احتفالات لاعبي نادي الاهلي بلقاء السوبر المحلي بانت قوي مكانه محمود كهربا لدى لاعبي نادي الاهلي. حل ازمه كهربا في التوقيت ده وقبل موقعه العين، شايف انها خطوه في غايه الذكاء من قبل اداره النادي الاهلي، ولا لا شايف ان كان من المفترض ان انت تكمل الخطوه اللي انت خدتها وتعاقب اللاعب؟ لا، هو إن بكل امانه القرارين اللي خدهم النادي الاهلي في محمود كهربا كانوا اكثر من رائعين. القرار الاول ما هركش فيه، عقوبه عاليه جدا، مليون جنيه غرامه قصدي، والعقوبه مش بس ان هو استبعاد، لا ده بين قوسين ترحيله من الامارات. أيوة. ده انه كده حمى غرفه الملابس بتاع النادي الاهلي. لو كان تواجد بعد العصبيه اللي حصلت منه في اتجاه كولر او حد من زملائه، خصوصا ان هو قل من زميله اللي هو سجل اللي هو طاهر محمد طاهر، وفي عز تالقه ده شيء لم يوفق فيه كهربا في التوقيت ده، يعني كنت ممكن تنتقده في اي، يعني مش مسموح بالانتقاد، بس كان انت جاي في عز تالقه وهو اللي قاد الفريق للنهائي وجاي بتنتقد ان انت قعدت حارس. خلي بالك هو مش المقصد بديل. اعتقد كهربا يعني مش مقصد محتار اي انا فاهم، لكن اي لعيب لما بيكون انا مدافع بطبيعه الحال ولاقي المدير الفني بدل ما يستعين بيا كمدافع بديل يوظف مثلا لعيب خط وسط في المكان بتاعي، او جناح يحطه مهاجم وانا مهاجم بديل موجود على الدكه، فبتوجع اللعيب شويه. كلام حضرتك مظبوط، لكن هو التوقيت كمان خانه. انت طالع وهتلعب ماتش نهائي قدام الزمالك، ما ينفعش تعمل اي مشكله. التوقيت عشان كده كان قرار النادي الاهلي رائع جدا، ليس فقط بالغرامه ولكن استبعاده من المجموعه. يمكن حتى محمد شناوي وبقيه اللعيبه اقترحوا او طلبوا من الجهاز الفني ومن كابتن رمضان ان هو يبقى مع اللعيبه عشان حتى لو كسبوا يحتفل معاهم وكده. لا لا لا، لازم تبعد هذا العنصر، لانه في الوقت ده ما كانش كويس. كهربا كان خارج عن النص خلاص، خرج ما عندوش خرج عن شعوره زي ما بيقولوا، فودى القاهره لازم يبعد تمام. ده كان قرار رائع من النادي الاهلي واحد اسباب فوز النادي الاهلي بالبطوله. هنرجع للمرجوع الثاني، الكهربا قدم السبت مع النادي خلاص، احتفل مع الفريق، اللعيبه دخلوا مع الجهاز الفني وحاولوا يلطفوا الاجواء، واللاعب فعلا اعتذر، فبالتالي ولما لا انه يرجع خلاص ينضم للتدريبات، ولكن قرر مشاركه في صالح كولر، وكولر طلع اذكى من الجميع ونزل صوره ليه مع كهربا على الانستجرام بتاعه او على مواقع التواصل بتاعته الخاصه بيه، حساباته الشخصيه يعني، ونزل صوره مع كولر. اذا كمان الامور كويسه، ده كويس لانه بيخلق لك حتى لو مش شارك كهربا انت عندك عنصر موجود، عندك بديل موجود مهاري. هل تعتقد ممكن يتم الاستعانه بيه في اللقاء؟ ممكن جدا، حسب انت ما حدش يعرف سير المباراه يمشي ازاي، بس يبتدي بيه دي صعب يعني. انا متاكد انه هيجلس يعني. انا متاكد انه مش هيبتدي بيه وهيجلس على دكه البدلاء، وقد يتم الاستعانه بيه حسب سير المباراه او ظروف المباراه. التشكيل، هل تعتقد يبدا مارسيل كولر بنفس التشكيل اللي بدا بيه السوبر المحلي؟ بنسبه كبيره هو تقريبا نفس، بس طبعا ما عدا يوسف بس، مع يوسف محمد اللي هو طبعا هيغيب عن المباراه رسميا. لكن نفس التشكيل صح جدا، اعتقد الشناوي، عطيه الله، اكرم، ياسر ابراهيم، مش عارف ممكن يحط مين مكان يوسف، لسه دي حته. رامي ربيعه راجع من اصابه، ممكن يعني بنسبه كبيره ممكن رامي طبعا، عشان خبراته كان شد واجهاد عضلي يعني. تمام يبقى رامي ربيعه في الوسط، اعتقد امام كوكا تعتقد يبقى موجود كوكا طبعا. لا هو مقتنع بيه كمان يعني، بلاس كل ده هو مقتنع بيه جدا. مروان عطيه، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات بالظبط، وسام ابو علي، هو ده التشكيل اللي هيبقى بيه النادي الاهلي بكره ان شاء الله. خلينا نطلع فاصل وبعده نكمل كلامنا، خليكم معانا. يا اهلا بكم مشاهدينا مره تانية، مكملين تغطيتنا لما قبل موقعه الاهلي والعين الاماراتي، الموقعه المهمه جدا في كاس الانتركونتيننتال. اعتقد كل الضغوطات في الوقت الحالي على هيرنان كريسبو، طبعا كريسبو ده نجم جامد قوي يعني، تشيلسي، انتر ميلان، بارما، لاتسيو، نجم ارجنتيني من النجوم اللي كانت مهاجمين ممتعين جدا يعني، لكن كمدير فني عليه بعض علامات الاستفهام. الصحافة الإماراتية الكلام كله على أن قد تكون هذه الموقعة آخر فرصة لهيرنان كريسبو في حالة الهزيمة. شايف وضعه بشكل عام إزاي؟ وبما أنك متابع لحالة نادي العين الإماراتي فنيا، بعيدا عن النقطة اللي احنا اتكلمنا فيها المشاكل الدفاعية، حالة الفرقة بشكل عام كدريسنج روم أو جوه غرفة خلع الملابس، تعامل كريسبو مع اللعيبة عامل إزاي؟ والله هو المباراة فعلا بالنسبة لكريسبو في حالة واحدة فقط، مش الهزيمة، ان هو تبقى قد تطيح بيه من الإدارة الفنية، مش الهزيمة ولكن الهزيمة الكبيرة إن حدثت. لكن هو زي ما قلت لحضرتك في البداية ان الضغوط مش على نادي العين خالص، متقبل ان هو يخسر من النادي الأهلي، نادي القرن في أفريقيا، النادي الكبير، البطولات، الفروق بصراحة كبيرة جدا لصالح النادي الأهلي كلها، لكن إقامتها على
ارض مصر وعلى ملعب استاد القاهره، الجمهور طبعا اغلبه مصري او تقريبا كله مصري، كل الامور دي بتصب في صالح النادي الاهلي. فالراجل عنده رفع الضغوطات من عليه. يمكن حتى هو كان ليه تصريح مهم من حوالي يومين لما قال توجه ليه اسئله من الصحافه الاماراتيه حول تذبذب المستوى الفريق في الفتره الاخيره، فقال فريق العين بيتحول في المباراه الكبرى وبيلعبها بشكل هو بالمناسبه صحيح. في نوعيه انديه كده، النادي الاهلي كده، ان الفرق الكبيره كده بصراحه، هو فريق كبير نادي العين، عشان كده بيتحول. حتى لما تشوف ماتش الهلال طبعا ماتش الطب بالنسبه لهم في الفتره الاخيره، او بين ماتشين اللي هو نصف النهائي والنهائي بتاع السوبر المصري اتلعب المباراه دي، كان المباراه شوف الزخم اللي فيها عامل ازاي، شوف الاهداف كم الاهداف، 9 اهداف، 2 هاتريك هنا ياسر دوسري وهنا سفيان رحيمي، هو دخل فيه اهداف بس هو سجل، يعني في النهايه هو بيعرف يلعب ماتشات حلوه جدا. التوفيق وعدم التوفيق، كان ممكن كوره ولا اتنين او على الاقل كوره من اهداف الهلال ما تخش في نتيجه 4-4 ويصبح عملاق. اعتقد هي بالنسبه لوضعه في كاس اسيا مش مشكله خالص، لان هو خسر ماتشين وتعادل ماتش، يقدر يتدارك ظروفه او وضعه في الفتره اللي جايه، لانه عنده بياخدوا اول 8 بيتاهلوا، فيقدر يتاهل ان هو في النهايه في 4 فرق بس هيروحوا من غرب اسيا. اعتقد العين مستحيل يكون يخرج من دور مجموعات او من الدور ده، اعتقد او بنسبه كبيره متاكد ان هو هيتاهل ان شاء الله. الدوري الاماراتي بالمناسبه ما فيش مشاكل بالنسبه للعين، العين ما بياخدش الدوري اصلا من 7 سنين، يمكن حتى بيتراوح المركز السادس الثالث الثاني، يعني طبعا يهمه انه ياخد، بس في النهايه هو الراجل جاء عليه وما كانش بياخد الدوري مثلا وخسروه. هي هتبقى المباراه حاسمه في موقف هرنان كاريزمو في حاله الخساره من النادي الاهلي بنتيجه كبيره بس، لكن وده طبعا امر وارد جدا، لكن الخساره العاديه 1-0 2-1 ضربات ترجيح، الامور دي اعتقد لن تطيح بهرنان كاريزمو. من تاريخيا لم يسبق للاهلي ان التقى العين، صحيح، فده اول لقاء. هل ده بيدي طابع مختلف للجيم ولا النواحي التاريخيه دي ملهاش القيمه الكبيره قوي؟ لا ليها، بالشكل ده انت بتواجه المجهول. بمعنى ايه مجهول؟ مش مجهول انت كده كده عارف الفرقه وهو عارفك برضه رغم انه ما قابلكش، بس انت بتواجه شخصيه الفريق نفسه. الاهلي ما اعتادش لمواجهه العين او ما قابلوش قبل كده، فما يعرفش شخصيه الفريق ده ايه، فعشان كده هي المجهول ده ممكن ياخد من الفرقه في الاول اول 5 دقايق او 10 دقايق، مش اكتر من كده، يعني ما تصلش ربع ساعه ان شاء الله. ده بيدي، هي خلي بالك الامور دي للاهلي وعلى الاهلي، يعني هي في نفس الايكوال بين الاثنين، يعني هو برده نفس الكلام، مش عارف برده يقابل الاهلي ازاي، هو بيخاف، هيخاف طبعا، اكيد اي حد هيجي يلعب في استاد القاهره استاد الرعب الافريقي اكيد هيخاف من الجمهور، من الزخم الموجود، الخبرات النادي الاهلي بقوته المعروفه بلعيبته المميزه، كل الامور دي هتخلي النادي العين، عشان كده قلت لك في الاول وباكد عليها، لازم النادي الاهلي ان شاء الله يخلص الليله كلها في اول ربع ساعه، بس لازم يهدف في اول ربع ساعه. مش معنى كلامك ده ان احنا نحط ضغوطات على لعيبه الاهلي. مارسيل كولر قال جمله مهمه جدا، المصريين لا يصبروا، وبالتالي جمهور الاهلي دوره مهم جدا في لقاء الغد. انت مش معنى ان اللعيبه لم توفق في بدايه اللقاء او ان انا كل الانطباعات الاوليه ان العين دفاعاته ضعيفه جدا، ده مش معناها ان انا بداخل الجيم وعندي تخيل ان الاهلي يكسب 2-3 من اول 5-6 دقائق، لا يعني ما هو ده حصل نوع من انواع التاني اكيد. لكن عايز اقول لحضرتك على حاجه، انت لو تشوف سيناريو مباراه الزمالك الاخيره، اول ربع ساعه 3 اهداف ضاعوا، وهتعمل ايه؟ الكره جت في العارضه، سوء توفيق، عدم توفيق، الفرصتين ضيعهم وسام وشحات لما انقذهم محمد عواد، توفيق لمحمد عواد وسوء توفيق للاعيبه، تخيل الاهداف دي دخلت بقت 3-0، كان الموضوع مثلا الماتش كان اختلف تماما تماما تماما. الله اعلم كان ممكن الزمالك يفك يرجع، الله اعلم ايه اللي هيحصل، لكن ان انت لما بتتقدم نتيجه كبيره خلاص انت بتخلص معنويا على اللي قدامك، ده اللي مطالب بيه النادي الاهلي. كتير النادي الاهلي فاز بماتشات بالشكل ده، اتذكر نهائي دوري ابطال افريقيا سنه 2008 كان القطن الكاميروني، وقتها كان فريق قوي، لما جه قبل الاهلي كسب في اول ربع ساعه 2-0، خلص البطوله كلها. لانه الماتش خلص كده وراح هناك اتعادل فلافيو وكابتن احمد حسن وائل جمعه والكلام ده كله. اقصد اقول ايه؟ ان ده لازم يعني ايه بالبلدي كده، اخطف اللي قدامك. انت عندك ايه عنصرين مهمين جدا؟ الارض والجمهور. يلا خش الموضوع منتهي. الى جانب اجواء الملعب واجواء الجماهير ممكن تكون جديده على لاعب العين، لم يسبق ليه انه يلعب في افريقيا تماما ولا اغلب اللعيبه اللي موجوده عنده، وبالتالي ممكن يكون في بعض الاهتزاز في بدايه اللقاء، فنحاول ان انا استغل بالظبط. انا اقصد الرهبه، لكن هم بصراحه في الفتره الاخيره الرهبه دي يمكن عايز اقول لك اتشالت شويه، لان هم السنه اللي فاتت عند العين ليه؟ اتشالت شويه لانه السنه اللي فاتت لما كسب دوري ابطال اسيا واجه الهلال السعودي ذهابا ايابا، واجه النصر السعودي في الدور ربع النهائي، الهلال السعودي في النصف النهائي، الفريق الياباني مش متذكر اسمه في النهائي، لا عمل ماتشات رائعه جدا، فالامور دي ساعدته ان هو يقدر يلعب بره، يعني كان كسب العين في العين كان كسب الهلال في الامارات 4-2، وبعدين راح بره، كان طبعا الهلال وما ادراك الهلال المدجج بالنجوم خسر فقط 2-1، او الهلال كسب 2-1 وما قدرش يعمل حاجه. ايهما اقوى،
دوري ابطال اسيا ولا دوري ابطال افريقيا؟ لا دوري ابطال افريقيا بسبب لعبت فرق الشمال مع سان داونز ومازيمبي بس. لكن لا انا بكلمك بشكل عام يعني البطوله ككل انهي اللي اعلى فنيا اللي لا فيها لا 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 عدد أفريقيا من النجوم اكتر من افريقيا التاني. افريقيا افريقيا آه. الدوافع اعلى كمان عندنا يعني ايه اما هرجع لحركه ال 20 سنه لورا لما انيمبا خد البطوله دي سنه 2003 و2004 كان فريق ما عندوش حاجه خالص يعني ما لا يملك شيء حتى من منطقه بعيده جدا عن العاصمه بورت هاركورت كان في لا مش بورت هاركورت كان في ابا مدينه ابا النيجيريه مظبوط لما خد البطوله دي كان دوافعه حاجه واحده بس اللي هو الحاجه ام الاختراع وما عندوش حاجه لازم يعمل كده عشان يدفع لكن بالعكس في دوري ابطال اسيا الموضوع كل الامور كلها متوفره حتى نظام البطوله نفسه مخلي الشمال الشرق لوحده والغرب لوحده يعني تخيل احنا عملنا كده في مصر مثلا انديه مصر والجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا وليبيا يلعبوا مع بعض لكن انت عمال تروح بقى في ادغال وعشر ساعات هم فصلوا الكلام ده عملوا غرب اسيا وشرق اسيا عشان كده بقت اريحيه لما يخلصوا بقى يلعبوا مع بعض ايه في النهائي او نصف النهائي لكن الامور دي ريحتهم لما تيجي تبص حتى القيمه التسويقيه النادي الاهلي 30 مليون يورو ومش عارف 82 او 80 من 100 في العين 48 مليون يورو وهتلاقي العين اعلى عمرها ما كانت تواجد عدد كبير من اللعيبه الاجانب بطبيعه بطبيعه منطقه الخليج يعني انت النهارده سفر رحيمي 8 مليون يورو وسام ابو علي 3 مليون يورو دي ما لهاش علاقه يعني صح. دي حاجه ودي حاجه لكن عشان كده بقول لك القيمه الفنيه في دوري ابطال افريقيا بصراحه عاليه جدا حتى لما تلاقي مثلا ايه الاهلي بيقابل الترجي الترجي بيقابل الوداد الوداد بيقابل الاهلي الزمالك بيقابل الرجاء الامور دي كلها بتبقى عاليه بالاضافه مع مازيمبي وسان داونز اللي هم اللي جايين من الجنوب وهم دول اللي بيدوا لكن هناك بصراحه هتلاقي ماتشات يعني الهلال العين السد شويه انديه اليابان برضو ما ده بقى في احنا ما بنتابعش في الاول في دوري المجموعات بتعوم يلعبوا بعض لما يصعدوا بقى في النهائي بتلاقيهم في النهائي بس لكن غير كده يعني دوري ابطال افريقيا اقوى بكل امانه يعني استاذ محسن لملوم نورت الدنيا شكرا جزيلا ليك نور حضرتك شكرا خلص كلامنا لكن لم تنتهي تغطيتنا لموقعة الاهلي والعين الموقعة الهامه جدا بعد قليل هيكون معاكم زميلي العزيز محمد طارق قضا وحديث ومتابعه لوقائع المؤتمر الصحفي لهيرنان كريسبو المدير الفني لنادي العين وتغطية على مدار اليوم حتى منتصف الليل ابقوا دائما معنا.